السلام عليكم. انا بهيجه لطفي، كنسكن في كازا. كنتلقى ليا واحد الشفال وضربني، قطع ليا ايدي. من بعدها بقيت كنطلع وتنهبط حتى حد ما بيعطيني الحق ديالي. بقيت كنطلع ونهبط حتى حكموا عليا ب 12 سنه وعوضوا ليا 30 مليون وما لقيتش دابا اللي يعوض ليا. فين ما تنمشي ما كيبغيو يديروا معايا حتى حاجه، وانا دابا غير في الدار مع ولدي. وانتم كتشوفوا الحاله ديالي، ما خدامه ما والو، وعندي با ومن الزوج ديال مرت الاب ديالي دابا ما بقاتش بغاتني وما عرفتش فين نعطي راسي. يعني ملي كنمشي للمحكمه كنبغي ننفذ هذا التنفيذ اللي حكموا لي، كيقول لك ما عندناش كيفاش غادي نديروا لك، ما عندناش كيفاش غنديروا لك. دابا اضطريت انني نجي حتى لهنا الرباط باش نمشي لجمعيه حقوق الانسان. الجمعيه من دخلت لها عطاتني واحد العنوان اللي هو كاذب من الصباح وانا كندور فيه، لدرجه ان الماكله انا ولدي الماكله ما مغديناش. دابا انا كنطلبها بحقي، يعطوني غير التعويض ديالي. ها هو الملف ديال المحكمه، يعني دخلت للمحكمه حتى الوكيل الملك درت لي طلب، قال لك ما عندنا ما غنديروا لك. انا بغيت حقي، ما عنديش فين نزيد انا وولدي. دابا انا ما عنديش فين، نتوما كتشوفوا الحاله ديالي. انا كنطلب منكم انكم تساعدوني ولا تعرفوا شي واحد اللي يساعدني، اللي بغيت غير الحق ديالي. الله يجازيكم بخير. هذا هو اللي كاين، هادشي اللي كنطلب من الناس ولا كانوا شي محسنين ولا اللي كان انه يوقف معايا ويشوف من حقي ياخذ لي حقي. انا دابا انا ضعت ومريضه، عندي المرض كل ساعه، محيده الولاسس، محيده الطرف من الكبده، محيده المصرى. ربي اللي عالم بيا، حالتي حاله العدو. كلشي عندي، ها الوراق عندي، كلشي الورق ديال المحكمه عندي، الورق ديال السبيطار. راه ولدي كتشوفوا فيه، راه حالتي لا اله الا محمد رسول. انا نطلب منكم ومن هذه القناه توقفوا معايا وتساعدوني. هادشي اللي كنطلب.